السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أن أولادنا مقبلين على امتحانات الفصل الثالث وكذلك امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، نتمنى التوفيق لكل أولادنا وأولادكم إن شاء الله. اليوم جيتكم بموضوع مهم وهو تقوية الذاكرة والتركيز عند الأولاد بمكونات أو بمكسرات يعني عندها فعالية في تقوية الذاكرة. عندنا كما راكم تشوفوا الجوز، يساعد الجوز على تحسين وظائف الدماغ مما يساعد من القدرة على التركيز وأيضا الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر عند الكبار والذي يرتبط بذاكرة الإنسان، حيث أن الجوز يساعد على تقوية الذاكرة. يحتوي الجوز على مواد مضادة للأكسدة وحمض الأوميغا 3 مما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ. لو لاحظنا شكل اللوز أو الجوز عفوا، راح نشوفوه أنه شكله على شكل مخ. كذلك عندنا المكسر الثاني اللي هو من المكسرات اللي هو اللوز. اللوز معروف عنه أنه غذاء جيد للمخ. يلعب اللوز دور كبير في تحسين وظائف المخ لغناه بفيتامينها الذي يساعد بدوره على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز وتعزيز الانتباه عن طريق تنشيط تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ. الآن المكسرات هذو راهم عندهم فعالية كبيرة، لكن بشرط أن نتناولوهم على طبيعتهم، يعني ما نتناولوهمش مالحين ولا محمصين، يعني كما راهم ناكلوهم، وراح يعطوا فوائد كبيرة للمخ وأيضا لتعزيز الذاكرة والانتباه عند الأولاد. نتمنى بيوفق كامل أولادنا ونتمنى لهم النجاح إن شاء الله. إن شاء الله النجاح للجميع. تحياتي لكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.